أسعد الله مساءكم الحضور الكريم، أهلا وسهلا فيكم في أولى جلساتنا التثقيفية في فرع مكتبة عبد الحميد شومان في المقابلين. نرحب بالحضور الكريم. جلستنا اليوم راح تكون عن التصميم التفكيري. منذ ما يزيد عن عقد من الزمن تحول التركيز بشكل واضح وملموس من تطوير الجهد البشري والقوى العاملة لتطوير الفكر والإبداع والبحث عن الطرق والبدائل الفكرية والابتكارية عالية المستوى لحل المشكلات ولتطوير المنتجات وقيادة المؤسسات. ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن تم تعريف وتطوير العديد من تقنيات التفكير وتحويلها من مهارة فردية مبهمة المعالم لمنهج علمي من الممكن دراسته وتطويره وتبنيه على مستوى الفرد والمجتمع كالتفكير الإبداعي والنقدي والذكاء العاطفي. ومن بين هذه التقنيات التي لقيت رواجاً واهتماماً كبيراً في الفترة الأخيرة ما يسمى بالتصميم التفكيري. فما هو التصميم التفكيري؟ وما هي مراحله وأركانه؟ وما الفائدة منه؟ هذا ما سيعرفنا عليه بشكل أكبر ضيفنا لليوم المهندس أحمد فارس. نرحب فيك في مكتبة عبد الحميد شومان فرع المقابلين. المهندس أحمد فارس هو مهندس مبرمج وصانع يعمل كأخصائي تصنيع في مؤسسة ولي العهد ضمن فريق مصنع الأفكار ليدعم المبتكرين الرياديين الأفراد الطلاب والشركات الناشئة في النمذجة الأولية وتحويل أفكارهم إلى منتجات ملموسة. إلى جانب ذلك يقدم أحمد الجلسات التدريبية وورشات العمل حول تكنولوجيا وأدوات التصنيع الرقمي والتصميم التفكيري، كما أنه يمثل مصنع الأفكار كمرشد أو محكم في المسابقات والجوائز المحلية الإقليمية والعالمية. حصل المهندس أحمد على درجة الماجستير في هندسة الميكاترونيكس في عام 2021 وعلى درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية في عام 2017 من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. مهندس أحمد أهلا وسهلا فيك، ونترك لك المايك هلأ لتعرفنا أكثر عن التصميم التفكيري. شكرا ست ريم، ست ياسمين وست ريهام، أهلا وسهلا فيكم وشكرا على المقدمة وشكرا على الاستضافة. دائما سعيدين بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان في عقد الجلسات التثقيفية والورشات والتدريبات، واليوم كمان أنا سعيد في بالحضور، وكمان الحضور من أصحاب الهمم الصبايا من الصم. فشكرا على حضوركم وشكرا على التعريف. بداية نحكي شوي عن مصنع الأفكار ومؤسسة ولي العهد بشكل مختصر قبل الدخول في موضوع اليوم اللي هو التصميم التفكيري. فمصنع الأفكار هو أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد، وهدف المبادرة هو إتاحة تكنولوجيا وأدوات التصنيع الرقمي مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، الأدوات القطع بالليزر والسي ان سي ماشين اللي هم الأدوات التشغيل الرقمي. فهاي المجموعة الأدوات بنسميها التصنيع الرقمي، بتكون متاحة للاستخدام العام في مصنع الأفكار. ومصنع الأفكار هو مساحة مفتوحة، نحن موجودين بمجمع الملك حسين للأعمال، بنفتح من يوم السبت ليوم الخميس من الساعة 9 للساعة 5. أي حدا عنده فكرة وحاب أنه يحولها لمنتج ملموس، فنحن بمصنع الأفكار بنساعد الشباب والشابات من مختلف الفئات العمرية والخلفيات العلمية لحتى يطلع بتانجبل برودكت أو منتج ملموس. وهذا المنتج ممكن يكون بسيط لدرجة أنه يكون هدية لصاحبه، أو ممكن يكون إشي لبيته، ممكن يكون إشي أكبر، مشكلة عم بحلها، منتج بده يبيعه، خط إنتاج بده يسويه، منتج عم بيطوره، شركة ناشئة بده يفتحها. فنحن بمصنع الأفكار بالآخر ما بنهتم كثير بالفكرة نفسها، لأنه الفكرة بتعود للشخص والمنتج لصاحب المشروع. إحنا بنساعد الشخص أنه يحول الفكرة لا منتج ملموس باستخدام الأجهزة والأدوات، وبنساعده أكثر بموضوع النمذجة الأولية السريعة لحتى يحول الفكرة ويوصل فيها لمنتج نهائي. وكمان بنساعده باللو فوليوم برودكشن اللي هو الإنتاج محدود الكمية في مختلف القطاعات، سواء قطاع طبي أو قطاع هندسي أو قطاع صناعي أو قطاع فني، القطاعات المختلفة بشكل عام. وكمان فئات عمرية مختلفة مستفيدين بمصنع الأفكار، من طلاب مدارس، جامعات، أفراد، خريجين، شركات ناشئة ومصانع.
أما عن مؤسسة ولي العهد فهي مؤسسة ملكية هدفها الإشراف على تنفيذ مبادرات وبرامج سمو ولي العهد، وعددهم 13 برنامج ومبادرة. منشجعكم أكثر تتعرفوا على مبادرات وبرامج مؤسسة ولي العهد مثل نحن، نوى، جامعة الحسين التقنية، مبادرة مليون مبرمج أردني، قصي، سمع بلا حدود، والعديد من البرامج والمبادرات الأخرى، ومصنع الأفكار برضو أحدهم اللي ممكن تستفيدوا منهم في أي مجال من المجالات اللي بتشتغلوا فيها، سواء كنت طالب مدرسة أو جامعة أو أكبر من ذلك. الأجهزة والأدوات من مصنع الأفكار زي ما احنا شايفين، بنحكي عن 3D printers أو طابعات ثلاثية الأبعاد، بنحكي عن ليزر كاترز، آلات القطع بالليزر وسي ان سي ماشينز. هاي الأجهزة كلياتها بتكون متاحة للاستخدام العام ضمن إشراف فريق مصنع الأفكار، وكمان بتوصل لمرحلة بعد فترة من استخدامك لهاي الأجهزة والأدوات إنك تقدر تشغلهم بنفسك، يعني بتقدر تشغل السي ان سي، بتقدر تشغل الليزر كاتر و3 دي برينتر لحالك. يعني في عندنا كمان، خلينا نحكي عن طلاب مدارس، قد ايه الموضوع بسيط وسهل، انه في طلاب مدارس بصف 10 و11 وبيجوا على مصنع الافكار وبتلاقي معاه القطع والادوات اللي بده يستخدمها، بتلاقي معاه المواد بده يستخدمها، وبيجي على مصنع الافكار بيستخدم هاي الاجهزه والادوات، بشغل ليزر كاتر، ممكن كمان يتعلم على السي ان سي وال3 دي برينترز بنفسه. فبنحكي عن فئات عمريه وخلفيات علميه مختلفه ممكن انهم يستفيدوا من هاي الاجهزه والادوات. فنحكي اكثر عن الديزاين ثينكينج او التصميم التفكيري. ممكن يكون اول مره للعديد من الشباب والشابات انهم يسمعوا عن مصطلح الديزاين ثينكينج او التصميم التفكيري. فبتعرفوا احنا كيف بنحل المشاكل، كيف بنحل مشاكل، مشكلة خلينا نحكي شوي هيك، انه مش اثنين تقاتلوا مع بعض كيف بنحل مشكلتهم، لا، مشكلة بنحكي عن برودكت بده يحل مشكلة، منتج، يعني شركة موجودة عم تعمل سيرفيس او برودكت معناته عم بتحل مشكلة. فاحنا كيف بنحل المشاكل عادة؟ في حدا بحب يشاركنا هيك طرق في حل المشاكل؟ تفضلي دقيقة شوي بس اذا في مايك. ايوه، ممكن نبحث عن أسماء أو إيش هي أسباب المشاكل اللي سببت لنا هاي المشكلة، أو يعني نبحث عن أشياء يعني تخلينا أو تساعدنا إنه نحل هاي المشكلة. تمام. وطبعاً قبل ما يعني نلاقي هاي الأشياء بدنا نفكر يعني بأشياء تخلينا يعني نلاقي هاي الحل هاي المشكلة. تمام، بالضبط. في كمان شاب رفع ايده، تفضل. بداية بحس انه لازم الاول نحدد جوانب المشكلة، او مثلا اهمية المشكلة، او انه هل المشكلة اصلا يعني محتاج انه نحلها اصلا ولا لا، هل هي مشكلة تمام. واقعية حقيقية بالزبط. ولا مجرد تفكير عابر يعني. فبالأول نحدد جوانب المشكلة. بالضبط، هذا شغلة مهمة، إنه أنا خطرت على بالي فكرة بدي أحل فيها مشكلة، فممكن تكون هي مشكلة حقيقية موجودة، وممكن تكون إشي يعني فكرت فيه لظرف أنا مريت فيه أو لإشي أنا شفته بس بالآخر ممكن ما إلها سوق، أو ممكن تكون إشي عابر زي ما أنت حكيت. تفضل. ممكن نحكي إنه أول خطوة إنه إحنا نشخص المشكلة نفسها، نعرفها ونعترف بوجود المشكلة ممكن نحكي. وثاني شغلة ممكن احنا نعرف الفئة اللي هي جاي عليها المشكلة هي، كيف انها ممكن نستهدف الفئة هي تحديدا. بالضبط، هاي كلياتها اللي انتو حكتوها طرق في تشخيص المشكلة، وبعض حكى كمان كيف منحل هاي المشكلة. بس احنا عادة لما نيجي بدنا نحل مشكلة، اول ما نفكر فيها على طول منبلش نقترح حلول. يعني بتلاقي واحد عم بحكي لك عم بواجه مشكلة معينة 1 2 3، فبتلاقي حالك على طول حكيت له الحل هو كذا. وهذا التفكير بسموه solution based. نحن بدنا نشوف الديزاين ثينكينج، التصميم التفكيري، كيف بيساعدنا نلاقي حلول. ودائما هاي الكلمة بنسمعها اللي هي out of the box أو حلول خارج الصندوق، ونشوف كمان كيف شركات طبقت هاي المنهجية لحتى تلاقي حل. في كثير مرات بتكتشف
إنه المشكلة مش مثل ما أنت عرفتها. يعني أنا كنت مفكر إنه المشكلة الفلانية هي واحد واثنين وثلاث، بس بعد ما بحثت في الموضوع اكتشفت إنه المشكلة هي شوي مختلفة عن هذا الإشي. فالديزاين ثينكينج من تعريفه نون لينير إيتيريتيف بروسيس، عملية غير خطية وتكرارية. هذا الحكي مش مهم هلا نفهمه، رح نعرفه لاحقا بالسلايدات. فتذكروا معي كلمة نون لينير غير خطي وكلمة إيتيريتيف تكراري، لحتى هاي المصطلحات رح نفهمها أكثر بالسلايدات الجاي. كيف شكله؟ كيف شكل الديزاين ثينكينج وكيف أصلا شكل معظم المشاكل الموجودة بحياتنا؟ بداية بتكون معجوق، مش عارف، تايه، عم بتبحث، عم بتدور. هون معظمنا بيوقف، بقول لك أنا مش فاهم. هو أكيد ما حتكون فاهم، يعني هو ما حدا بيكون عارف بالأول، ما حتكون فاهم، يعني ما حتكون فاهم توبيك معين أو مشكلة معينة بالأول. بس المعظم بتلاقيه بهاي المرحلة بنسحب. فهاي أولها design thinking، هيك بيكون مظهره أو شكله. بتلاقي حالك بالأول تايه ضايع، وهاي المرحلة بنسميها research، عم تبحث. كل ما بحثت أكثر، كل ما تهت أكثر، كل ما ضعت أكثر، بس بالآخر توصل لمرحلة إنك بتبلش تستوعب، بتبلش تفهم، بتبلش الأمور تتركب مع بعض، البزل بتبلش إطاعها تركب مع بعض. وهاي بتدخل على مرحلة بعدين الايديات والبروتوتايب، بتبلش تطلع بأفكار، لأنك أنت هلأ فهمت بالضبط إيش عم تعمل، بتبلش تطلع بفكرة. وبروتوتايبس اللي هي النماذج الأولية لتشخص المشاكل والعيوب الموجودة بالحل اللي أنت عندك إياه، لحتى بالآخر توصل للسلوشن أو الحل. فبتلاقي أول حاجة هيك معجوق، بعدين العقدة بتبلش تنحل شوي شوي لغاية ما توصل بالآخر للسولوشن. ديزاين ثينكينج احنا رح نتعرف عليه كخطوات وكمنهجية، بس برضه هو مش فقط أحد طرق حل المشاكل، هو برضه عقلية. ممكن أنت تكون ديزاين ثينكر، أنت حدا هيك طريقة تفكيرك. فكمايند سيت خلنا نشوف مع بعض هاي الصورة مبين بالأبيض والأسود، وترق قديمة معناته هي شاحنة عملت حادث زمان، يمكن بالثلاثينات أو بالأربعينات. والمشكلة إنه الجسر سقفه أقل من الكليرنس المسموح للشاحنة أنها تمر، يعني الشاحنة مرقت تحت الجسر بأقل من الكليرنس أو المسافة المسموح لها بالارتفاع. ضرب السقف الشاحنة زي ما احنا شايفين وتأثرت وصابها ضرر. أجوا يفكروا الناس اللي بالشارع، نزلوا وأجل الشرطة والدفاع المدني وبلشوا يفكروا كيف بدهم يطلعوا الشاحنة بس بأقل ضرر ممكن فوق الضرر اللي صار. في برودكتس، في بضاعة جوا الشاحنة ما بدهم يتسببوا فيها. فأنت كسولوشن بيست، كحدا أول ما تشوف المشكلة على طول بتعطيه حل، بتقول إيش؟ ادعس بنزين ومر وطلع الشاحنة، أو ادعس ريفرس ورجع الشاحنة. بس أنت هيك رح تتسبب بضرر أكثر للجسر ولا كمان الحمول اللي موجودة. اللي صار إنه أجا طفل بعمر صغير 7-8 سنوات وعم بشوفهم، فحكى لهم نفس الإعجاب. لما تنفس العجل تهبط الشاحنة، فبصير معك مجال إنك تفرغ الحمولة وبعدين بتشيل الشاحنة أو بتزيحها عن الطريق، وهيك بتكون أنت حافظت قدر الإمكان على الحمولة الموجودة. فهذا الديزاين ثينكينج اللي إحنا بنحكي عنه، وراح نفهم أكثر الطفل لما حل المشكلة بهاي الطريقة هو إيش بالضبط عمل. فشو الوصفة السحرية للديزاين ثينكينج؟ يعني إيش اللي بيخلي التصميم التفكيري منهجية في حل المشاكل أصبحت منهجية في تعتمد في شركات عالمية وحتى في بلديات؟ بنحكي عن بلديات في بعض المدن صار عندهم قسم خاص للديزاين ثينكينج، هيك بتلاقي مكتب للتصميم التفكيري. شو الوصفة السحرية؟ عشان نعرف إيش اللي بيخلي الديزاين ثينكينج شغال، إشي بيشتغل كمنهجية في حل المشاكل، خلنا نشوف هالإكزامبل مثال. ليش احنا بنحفر حفرة بالحيط؟ ليه؟ ليش احنا بنحب نحفر حفرة بالحيط؟ هو سلوك على فكرة، يعني ممكن يكون نعتبره سلوك تخريبي، ان انا بعمل حفرة بالحيط، يعني انا عم بخرب الحيطة. بس ليش احنا بنعمل هذا السلوك؟
لا ليه بتحفر حفرة بالحيط عشان تشوفي إيش في عند الجيران؟ طيب عشان نعمل برواز حكى تمام، بس ليه إحنا منحب نحط برواز أو لوحة؟ كمان ليش؟ تفضل. اللوحة لما نحطها في مشاعر إحنا أصلاً خلتنا نحط هاي اللوحة. بالضبط. كيف؟ يعني هو الدافع. بالضبط. خلانا نحط اللوحة هاي. بالضبط. فهذا هو السبب اللي خلانا نأخذ. فنختصر هذه السلايدات بنحكي إنه إحنا ليه بنحط لوحة فيها ميموريز أو فيها ذكريات أو لوحة حلوة فيها منظر؟ عشان المشاعر. فشو الوصفة السحرية للديزاين ثينكينج؟ هو التعاطف مع حاجة ومشاعر المستخدم أو اليوزر. شو يعني تعاطف؟ يعني لما تيجي شركة دريلات تبيعك، إذا بدهم يكونوا شاطرين في الماركتينج راح يحكي لك keep your memories مثلا أو شيء، أو خليها دائما في بالك هاي الميموريز، يعني على طول بربط البرودكت تاعه المنتج بعاطفة موجودة عندك. فهذا باختصار الوصف السحري للديزاين ثينكينج. طيب قبل ما نشوف شو خطوات الديزاين ثينكينج والمنهجية، نفهم أكثر شو يعني تعاطف مع المستهلك واليوزر أو المستخدم. يعني أنت لما يكون في عندك فكرة، كيف بدك تبلش أو أنت شفت مشكلة، كيف بدك تبلش أنك تحلها؟ حكينا أول حاجة اللي هو معظم الأشخاص اللي هم إحنا بشكل عام، اللي هو solution based. أنا عندي مشكلة، والله تليفوني مكسور، روح اشتري تليفون على طول بتعطيه حل. يعني بلكي هو بشكيلك، يعني بجوز بدوش يشتري تليفون، بجوز بده بس عم بشكيلك. يعني والله الكاميرا تاعتي مش بزيادة، خلص جيب لك تليفون كاميرته كويسة أو روح اشتري كاميرا جديدة. بتلاقي مثلا بدي أشتغل على شيء معين، طب جيب لك لابتوب على طول. هي مشكلة عم بعطيك، عم بتأخر زحمة، اطلع أبكر على طول بتعطيه حل. فهاي solution based. فخلنا نشوف الديزاين ثينكينج شو بيشتغلوا، لأنه ممكن يكون المشكلة مش زي ما أنت بتصور. يعني حنضرب مثال بالزحمة، وراح أفرجيكم كيف الواحد لما يطبق الديزاين ثينكينج على مشكلة الزحمة، إنه ممكن تطلع بالآخر المشكلة اللي بيعاني منها الناس مش زحمة السير، إشي تاني. فا example أو مثال عليها شركة بيبسي. فشركة بيبسي بأتوقع حسب ذاكرتي كانت يمكن 2014-2015 بهذاك الوقت، عم بيخسروا ماركت شير، عم بيخسروا من السوق. منافسينهم كولا وشركات تانية عم بتنافسوا كلهم بسوق المشروبات، وبيبسي عم بتنزل الشير تاعتها. فعينوا إندرا اللي عينوها كمديرة تنفيذية لشركة بيبسيكو. وبهذاك الوقت لما أجت إندرا، كان تعرفوا كل شركة إلها مجلس إدارة، ومجلس الإدارة هو اللي بيقرر أو بحط القرارات الكبيرة والاستراتيجيز تاعت الشركة والفيجن وإلى آخره. فمجلس الإدارة بهذاك الوقت كان في بعض الأشخاص بدهم اتجاه إنه يفصلوا شركة بيبسي لعدة شركات، لأنه دائما الشركة لما تخسر الشركات الكبيرة يا بيقسموها لشركات أصغر أو ببلشوا يروحوا موظفين يفنشوهم، عشان بحكي لك عشان الخسائر وتقليل الكوست وتقليل التكاليف على الشركة. بتلاقيهم بفنشوا مجموعة من الموظفين، بتلاقيه مثلا بيعمل تقشف بطريقة أو بأخرى، ممكن يوصلوا لمرحلة إنهم يفصلوا الشركات. فإندرا كانت ضد موضوع إنهم يفصلوا شركة بيبسي لشركات أصغر، وكانت ضد موضوع التفنيشات والترويحات بالشركة. فصارت تحكي طيب إحنا عم نخسر ماركت، ليش إحنا عم نخسر ماركت؟ ليش احنا كشركة عم نخسر ماركت شير ومبيعاتنا عم بتقل؟ فصارت تفكر تحكي طيب خليني انزل على السوبر ماركت واشوف كيف شكل علب البيبسي منتجاتنا، كيف شكلها على الشلف، كيف منظرها، هل شكلها بيعمل جاذبية للمستهلك؟ يعني في عاطفة بينه وبين المستهلك ولا لا؟ فبلشت تنزل وتروح وتشوف، حتى طلبت من الموظفين السينيورز اللي تحتها اللي بتديرهم انه يطلعوا برضو ويشوفوا ويطلعوا ويرجعوا بريبورتس انه انت شو شفت، انت كمستهلك شو شفت. بتسأل اولادها بتحكي لهم طب انتوا شو شايفين على الشلف هون؟ اكتشفت انه منظره مو حلو.
فهون انت دخلت بعاطفة المستهلك، انه المستهلك مش لانه مش زاكي، هو مو حلو، بس انه في شيء احلى ما عم بجذبه بالضبط. ف الحل لشركة بيبسي ما كان انه تطلع تتقسم مثلا لعدة شركات أصغر أو تفنش موظفين، وهذا الحل التقليدي إنه أنا كمدير شركة على طول ممكن أجي أفكر بهذا الاتجاه، يلا نعمل 1 2 3 أو أي جاستيفاي كمان، يعني أنا ببرر سلوكي وببرر قراري بإنه شركة فلان وشركة فلان كمان عملوا نفس الإجراء ونجح معهم، نجح أكيد، يعني لما تقلل تكاليف أكيد رح تشتغل على موضوع الريفينيو افضل هم بالنسبه للشركات. بس كان في حل ثاني انه انا خلنا اشوف السبب الرئيسي وانزل للمستهلك. وحكت جملتها a well designed product is one you fall in love with، اللي هو المنتج المصمم بطريقه صحيحه هو المنتج اللي الناس بتحبه. وعملت استوديو ببيبسي وجابت مصمم مشهور وقالت له هاي الاستوديو تاعك وجيب كل الادوات والتولز اللي انت محتاجها وانا بدي براند جديد. وطلعوا بشعار بيبسي الجديد بهذاك الوقت وارتفعت طبعا زي ما انتم شايفين حوالي 50% الستوك شير تاعهم اللي هو سعر السهم. وكمان عنده عملت حلول تانية بس ما رح نقدر ندخل فيهم كلهم لضيق الوقت. فخلينا نحكي كمان عن اكزامبل تاني بديزاين ثينكينج اللي هم اير بي ام بي. تعرفوهم؟ مين بيعرف اير بي ام بي؟ ايش بيعملوا اير بي ام بي؟ ايش المشكله اللي بيحلوها اير بي ام بي؟ خلينا نشوف احنا نظرتنا كمان ل انا حسب ما عرفتي انه هي شركه مختصه في السياحه. صح؟ تمام. اظن المشكله اللي بيحلوها انه بدلوا الناس على طريق انهم ياخذوا الرحله تبعتهم في باحسن طريقه. لو انت مثلا مسافر لمكان معين بدهم يخلوا لك تستفيد من الرحله تبعتك بافضل طريقه. تمام. هي نشاطها مختلف عن هذا الشيء. نشوف الصبيه ايش ممكن تحكي لنا او تشاركنا. اللي هو هلا في ناس بدهم يروحوا يسافروا بس بدهم يقعدوا جوا فندق، فهم بوفروا زي هوستلز او مثلا حدا عنده بيت جواته غرفه او مثلا عنده روف او مثلا موبايل اللي بيكون بيته هيك. طيب. مشان هيك خلينا نشوف اير بي ام بي شو المشكله اللي بتحلها. ليه الناس ممكن تفضل انها تقعد ببيت باير بي ام بي مش بفندق؟ هلا ممكن الكوست، لانه مثلا في ناس مش كلهم مثلا بروحوا مثلا يعملوا سياحه وبدهم يصرفوا فلوس كثير، لا. تمام. مثلا بحكي لك انه انا بدي اروح لبيت مثلا بيكون الكوست اقل. ممكن في ناس ما بيحبوا الفنادق واللي عندهم مثلا خوف من الاماكن اللي فيها او كثير اشياء. في ناس بيحبوا يتعرفوا على التجربه الموجوده لانه في بيوت بتوفرها. بس عندك ايوه هون مش الكوست على فكره. اير بي ام بي ما بيحل مشكله الكوست انه ارخص، ما بعطيك بيوت ارخص، بيعطيك بيوت أرخص. بس إذا بتفتح على booking.com وبتحط فلتر إنه low cost رح تلاقي كمان فنادق أرخص. بس البوينت اللي أنت حكيتيها هي بالضبط المشكلة اللي بيحلوها Airbnb. أنا كأحمد وإنتو وإحنا كلياتنا لما بدنا نروح نسافر على أي مكان، أي مكان، معظم الناس تحكي لك أنا بدي أعيش تجربة السائح أو عفوا تجربة أهل البلد. يعني واحد أجا على الأردن ومنا ناخده على مطعم هاشم. ليش؟ عشان الحمص والفلافل، عشان ياكل من الاكل اللي احنا بناكله من مطعم احنا بناكل منه. ما راح ناخده على مكان ثاني مثلا نحكي له هاي ذس از ذا فانسي بارتو. لا، احنا ودي على الناس ايش بتاكل، الناس وين بتروح، ليش بيروحوا على الويبده، ليش بيروحوا على البلد، ليش بيروحوا على جبل القلعه. السائح لما عشان يعيش تجربه اللوكل، تجربه الناس اللي هم احنا كيف عايشين وكيف المنسف وين بدي ياكله؟ بأماكن الشعبية في فندق عفوا يعني، بس فنادق 5 نجوم لو تروحي على البوفيه بالغداء او بالعشاء يعني ما في منسف. يعني اذا بدي ياكل، يعني اذا واحد اجى راح على فندق 5 نجوم او 4 نجوم غالبا ما حيلاقي منسف بالمنيو، فهو ما جرب الاكل الاردني اللي احنا بناكله. فهو الاير بي ام بي بحكي لك اوكي انا شفت مشكله انه الناس بدها تعيش تجربه المجتمع وتجربه البلد، فبوفر لك بيت او غرفه جوا الاماكن اللي الناس اهل البلد بيعيشوا فيها. راح تطلع من بيت راح تلاقي الناس وين بروحوا وين بقعدوا. كمان عن
الأماكن السياحية اللي ممكن أنهم يروحوا، وممكن عليها إطلالة أصلاً، إطلالة سياحية مش موجودة، يعني إطلالة على جبل القلعة ما رح تلاقيها بفندق غالباً يعني، أو صعب أنك تلاقيها بفندق. بينما صديقة لإلي بتشتغل معانا بتفتح الستارة على طول على جبل القلعة. ليه؟ لأنه عايشة ما بين الناس اللي إحنا عايشين معهم. فأربي أم بي حلت هاي المشكلة. بس بدي أحكي هنا إنه ما حدا راحت أربي أم بي سألوا شو مشكلتك لما تعمل سفر، والله مشكلتي إن أنا ما عم بعيش التجربة. ما حدا بيحكي هاي النيد. يعني في أغلب الأوقات صعب اليوزر to communicate his needs. ما حدا رح يجي يحكي لك أنا ما عم بعيش التجربة. يمكن يحكي لك إنه أنا واجهت صعوبة في كذا، أو أنا ما أكلت من الأكل اللي الناس بتاكله، أو أنا ما قدرت أروح على هاي المطاعم أو هاي الأماكن أو هاي الأماكن اللي الناس بتروح عليها والتجمعات. أنا ما اختلطت بالناس، يعني أنا ما اختلطت بأهل البلد. فهو indirectly بطريقة غير مباشرة عم بحكي لك إنه أنا ما عشت تجربة أهل البلد. آخر example، Bank of America بسنة 2004 أتوقع راحوا مع شركة اسمها أيديوا. هاي الشركة مختصة في design thinking، بيحلوا المشاكل بمنهجية التصميم التفكيري اللي راح نحكي عنه هلا. حكوا لهم طيب إحنا بدنا نزيد العملاء، إحنا البنك كيف بيعمل فلوس؟ لازم عملاء أكثر، deposits أو إيداعات أكثر، لازم يكون عنده مصاري أكثر لحتى يشتغل فيهم. فهيك البنك بده يشتغل. فعشان البنك يزيد عدد العملاء بتلاقيهم بيعملوا ماركتينج بالشوارع، بالمولات، بالأماكن، بالسوشيال ميديا، كيف بده يجذب ناس أكثر. فبنك أوف أمريكا بده يزيد الكلاينتس، بده يزيد العملاء عنده، فبس ما بده يزيدهم بطريقة تقليدية. فبده يعرف بالضبط الكاستمر، الناس كيف بتفكر مع المصاري، شو علاقة الشخص بالفلوس. فأجت شركة أيديوا قالتهم أوكي تمام، أنتوا بدكم تعرفوا كيف الناس بتتعامل مع المصاري وشو المشاكل اللي الناس بتواجهها لحتى تطلعوا بحل لهاي المشكلة وتزيدوا عدد العملاء اللي عندكم. فطلعوا بأمريكا، لفوا الولايات والمدن الأمريكية وبلشوا يسألوا الناس. بهذاك الوقت ما كان في موبايل أبليكيشنز، ما كان في تلفونات تفتح وتشوف السبندينج، أنت قد ايه بتصرف، وين بتصرف بالضبط، مصاريك وين رايحة، أنت بتصرف أكثر على المشتريات ولا على مثلا السفر، ولا أنت بتشتري أكثر، يعني كيف توزيع الصرف تاعك، أكثر فواتير ولا كيف بالضبط. هلأ على التليفون تفتح على أي تطبيق بنكي بيعطيك هاي الاناليسز. بس زمان كانوا يسجلوا على ورق، اللي كان بده يعمل تراكينج بس بده يتبع وين مصاري عم بتروح، بيجيب الفواتير وبيجمعهم على ورقة بتلاقيه بيسجلهم. فكانت الناس كلها تشكي من ايش؟ الراتب ما بيكفي. حتى بأمريكا بيشكوا الراتب ما بيكفي. فبأمريكا بيعملوا مقابلة مع الناس بقولهم ما بيكفي، انا بيت شيك تو بيت شيك، يعني انا يا دوب يلا مكفيني الهاي، اخر الاسبوع اخر اسبوع بالشهر بيجي ما معي مصاري، وبضطر اني اصرف اكثر على كريدت كارد، والكريدت كارد تاعوني كلهم ماكس او بلشوا يشكوا. بس ما حدا اجى حكى لك الحل هو 1 2 3، هم indirectly عم بيحكوا لك النيدز تاعتهم. فعم بيبحثوا مع الناس وبيسالوهم وكلهم بيشكوا. بس لقوا وحده ست اتوقع بفلوريدا كانت بتعمل إشي، بتسجل الارقام السبندنج تاعها، المصاري اللي عم تصرفها، بس مقرب لاقرب عدد صحيح. 9.5 دولار بتسجلها 10، أنا صرفت 10 ما صرفت 9.5، فبتأخذ النص دولار بتحطه بالحصالة. 10.1 بتقربه لـ11، 15.4 بتقربه لـ16، فبتقرب الأعداد. فبيطلع معها بآخر الشهر مبلغ 100 دولار، 50 70 200، معها في مصاري زيادة، عكس كل الناس رصيدهم بالنيجاتيف، هي رصيدها بالبوزيتيف. فهنا طلعوا ببروغرام اسمه Keep the Change Program. فالبنك لقى طريقة إنه يخدم فيها ويحل فيها مشكلة الناس بتواجهها، تعاطفاً مع حاجة المستخدم. لقوا إنه ممكن أنا أعمل بروجرام اسمه Keep the Change، اصرف على الكريدت أو على الديبت كارد، على بطاقة الفيزا اصرف، إحنا رح نأخذ الزيادة ونحطها عندك في السيفينج أكاونت، في حساب التوفير.
يعني إذا أنت فاتورتك طلعت 109 حطهم 110، إذا طلعت 11.5 حنحطها 11، إذا طلعت 1.2 رح نحطها 2، وهاي الزيادة إحنا رح نسحبها من حسابك ونحطها بسيفينج أكاونت. وبشجعكم تقرأوا على الأرقام فوق بليونز مليارات حوشوا البنك والناس من وراء الكيب ذا تشينج بروجرام، وأكثر من 90% من الناس اللي دخلت كعملاء على البنك من وراء هذا البروجرام ضلوا في البنك، فيعني لويالتي وضلوا موجودين، وبنفس الوقت سيفينجز بتزيد عن 2 مليار دولار بأول كم من سنة من البروجرام. فكيف حلوا المشكلة؟ كان عندهم خيارين، يا بيروحوا بيعملوا دعايات بالشارع أو بيفهموا الناس إيش عم بتعاني، إيش المشكلة، بتعاطفوا مع الحاجة لحتى يطلعوا بحل. فشو هم الفيسز للديزاين ثينكينج؟ كيف إحنا منطبق التصميم التفكيري في حل أي مشكلة، سواء مشكلة لنطور فيها منتج ملموس برودكت زي منتجات إحنا بنلمسها بإيدينا، أو منتج غير ملموس سوفتوير أو أبليكيشنز زي Airbnb مثلا، أو سيرفيس خدمة زي بانك أوف أمريكا عمل سيرفيس عمل خدمة. فأول خطوة إحنا منروح هون، أول ما أطلع بمشكلة بروح على الفكرة على طول، أنا عندي فكرة. إحنا هون الديزاين ثينكينج بياخدك ورا هون على الإمباثايز. أول حاجة مش إنك تطلع بفكرة، أول حاجة إنك تلغي كل إشي اسمه شو طلعت بأفكار، وتخلي تفكيرك إنه مش تعاطف بس. في شغلة كثير مهمة إنه إحنا عادة منكون اتاشت مرتبطين جدا بفكرتنا، إنه أنا فكرت الصح وراح تحل كل مشاكل العالم، ويا أرض اشتدي ما حدا قدي. صحيح. تمام، تيجي واحد يحكي له إنه بس كذا لا أنت شو، أنت شو بفهمك أنت كذا، لا خل بلاش هون، بلاش نروح على ايديات، نرجع خطوتين ونروح على امباثايز، نفهم الناس ايش مشكلتها، نسمع من الناس، بعدين ديفاين نعرف المشكله. وممكن تتفاجأ انه تعريفك للمشكله ممكن يكون مختلف عن تعريفك اللي انت اصلا عرفته. ايديات اللي هي انك تطلع بافكار، ثم بروتوتايب نماذج اوليه، تيستينج بتجربهم، وبالاخر امبلمنتيشن. بتتذكروا حكينا نون ايتيريتيف لينير بروسيس، غير خطيه وتكراريه. شو يعني؟ بتلاحظوا الاسهم بطلع وبنزل، يعني انا ببروتوتايب برجع لايديات، اذا كان عندي مشكله بالبروتوتايب ممكن يكون عندي مشكله بالفكره، اذا كان عندي مشكله بالفكره ممكن يكون عندي مشكله في الديفينيشن، إذا كان عندي مشكلة بالديفينيشن ممكن يكون عندي مشكلة بالإمباثايز بالتعاطف، إذا كان عندي مشكلة بالإمبليمنتيشن معناته أنا من أساساً أنا أصلاً تعاطفي مع المستهلك كان غلط، أو كان فيه مشكلة أو كان فيه نقص. فهاي التكرارية والعدم اللي هي عدم الخطية، إنه أنا ما عم بطلع ستيب باي ستيب وما برجع على الستيب اللي وراها. وهنا بنحكي كمان الواحد كيف لازم يكون شوي أدابتيف أو زي ما نحكي متأقلم، إنه أنا عندي استعداد إني أغير شوي من مفهوم اللي الأول اللي أنا بنيته. طيب قديه معنا وقت؟ تمام، بدنا مشاركة برفع الإيد، نأخذ أسئلة. إذا في أسئلة، إذا في خلنا نخلص المشاركة هاي وبعدين نشوف الأسئلة. تمام. يحكوا لنا بس بالصور الموجودة، اختاروا برودكت وحكي لنا شو المشكلة اللي فيه. مين بحب يشارك؟ هلا البكرجة. هلا عنا إحنا شايفينها إنه مكان الإيد تبعتها غلط، لأنه إحنا لما نحطها على الغاز رح يعني هي ما حيكون إلها فائدة لأنها حتت طيب، فبدها يعني لازم نلاقي لها حل أو لا، لازم نشوف شو مشكلتها. إيش إيدها مكانها غلط، إيش بتعمل فيكي هاي الإيد اللي فيها تحرقني غلط؟ بالضبط. تغلي مي، بتغلي مي. فأنا هلا رح أجيك يا هاي البوينت، بتغلي مي ولا لا؟ بتغلي مي. شو مشكلتها؟ إنه إيدها مكان غلط. طيب نشوف مشاركة تانية. الصبية حابة تسأل. أكيد أكيد، دقيقة شوي لو سمحتي، بس خلنا نشوف الصبية. تعطينا المايك والله يا حمزة بس. لا صم هي. لا أنت عشان تحكي، عشان أنت يطلع الصوت من عندك عشان اللايف. تمام، خلي الرهام ترجم لنا بالضبط. معنا روان صالح.
هلا عم تحكي بري الامور مبدئيا نحكيها بدنا نتغاضى عن الايد وموقع الايد، بس موقع ما بدنا نصب، بدنا نصب على الايد نفسها هون بالضبط، انه بتحرق الايد يعني بتنزل المي السخنه يعني بدنا ندير يعني ندير نديرها هيك انا بالضبط. تمام، مشاركه ثانيه بالنسبة للإبريق الأزرق اللي بنسقي فيه الزريعة. هلا المشكلة أنت حطيت جواته مي، تمام، وبدك تحط على الزريعة مي، تمام، بس المي رح ترجع جواته. أوكي، ف طيب مين بيعرف بالبرمجة هون؟ مين بيعرف بالبرمجة؟ بتعرفوا الإنفينيت لوب؟ تمام، بضل يلف يلف الكمبيوتر بيعلق خلاص. فهون الواحد نفس الشيء، بضل هالمي تنزل وترجع تطلع ترجع محلها. بس بسقي مي بيطلع مي، هيو بيطلع مي، بس بترجع جواتها بيطلع مي بالضبط. انا كسولوشن بروبوزد بروبوزد سولوشن مثلا، وعملت لك بكرج بغلي مي، وعملت لك كمان ده اللي بتنزل لك مي، بس انت كيوزر ما رح تستفيدي منها اكبها زي هيك بشقه ثانيه. فانا بالنسبه لي لا، بحكي لك لا هي بتنزل مي، بس انت شو بتحكي لي؟ لا انا ما عم بستفيد منها، مش بالبروبر واي بالضبط، مش بطريقه صحيحه. وهذا النوع من النقاش اللي راح يكون بين صاحب الفكره وصاحب البرودكت والحل وبين اليوزر، لانك انت ما سمعت هو شو بشكي، ما بتعرف هو شو بشكي. هو ما بده بكرج بغلي مي، هو بده بكرج بغلي مي وبيعرف يصب منه قهوه. هاي الفكره اللي بنحكي عنها. تمام، مشاركه كمان، في حدا بحب يشوف صوره ثانيه؟ صبيه ورا. بدي احكي عن الدراجه. هسه الدراجه هي تعتبر من وسائل المواصلات، فاحنا بنبذل اقل جهد، احنا بنبذل اقل جهد ممكن من خلال انه بنحط الجهد على البدالات وبنقطع مسافات كبيره. في هذا النموذج احنا ما عندنا بدالات، احنا شايفين انه الراكب ببذل جهد اكبر من النتيجه اللي بده يحصل عليها، فهذا بيؤدي بالنهايه لارهاقه، فهذا مش صحيا مش مناسب، وراح يكون بتعب اكثر، وراح تنزل ظهرك بوجعك، وممكن لاحقا كمان تتسبب بمشاكل بهذا الموضوع. أسرع يمكن يمشي احسن، يمشي مع ثقل بالضبط. طيب نشوف هدول برضو هيك بشكل سريع، في حدا بحب يشارك؟ ما حدا، مش شايفين هذول ولا فيهم في مشاكل صح؟ ما في مشاكل هون. احكي لنا ابو الشباب. هلا بالنسبه للكرسي، يعني هو الكرسي اساسا الهدف منه انه الواحد يقعد بطريقه يعني مريحه له لظهره، بس هون هو مايل، فمش رح يؤدي الهدف اللي المطلوب منه اصلا، اللي هو انه يريح البني ادم يعني بالضبط. هو بيعمل لك مشاكل برضه بالظهر وبالهاي. تحكي لنا مايك بس لاري هام لو سمحت. بتقول على الطنجرة هون، بتقول الطنجرة ايدها بمكان واحد، الطنجرة ايدها التنتين، طب انا بدي امسكهم يوقع علي ولا يوقع لقدام؟ اصلا كمان ممكن ما تقدري تحمليه اصلا بالضبط، صعب بالضبط. ايش كمان في حدا بحب يشارك؟ شوف الصبية اللي هناك اخر اشي كانت رافعة ايدها بالاول. راح احكي عن الصحن. يعني صحن بقدر احط فيه اشياء، يعني شوربه عدس برمضان ما بزبط انه مخزوق، يعني ما راح استفيد منه. في مره واحد بنفس الجلسه بحكي لي هيك بتشرب، ترفع ترفع الصحن لفوق ليش تشرب. بتحكي عن الكاسه المايك بالله يا شو بدها ترجم للصبيه؟ سؤال ملاحظتها بتحكي عن الكاسه، يعني بدي اشرب الكاسه ما بدي احط فيها شلمونه، بدي تخبط في منخاري مش عم بقدر اشرب ولا شيء على الفاضي، مش رح استمتع حتى كمان بالضبط، رح ينكب اصلا. فهاي كلياتها برودكتس، والنقاش اللي احنا حكينا عنه بين صاحب الفكره والمنتج وما بين اليوزر، انه راح اشرب مي بس حيغلبني، راح ما راح اضبط احط في صحن مخزوق شيء، بس كليت راح يعمل لي مشاكل بظهري، بكرج ما راح يصب بس راح يغلي مي. هاي كلياتها بتشوف كيف منتج انت بالنسبه لك كصاحب فكره ما مو شايف في اي مشكله، لكن اليوزر بشوف في هاي المشاكل. طيب نشوف ايش هم الطرق
كيف منطبق الديزاين ثينكينج. آخر إشي بالبرزنتيشن اليوم بنشوف إيش الميثودولوجيز والتولز كيف بيطبقوا ديزاين ثينكينج. وعشان تكونوا بس عارفين برضو الديزاين ثينكينج كمنهجية لما تيجي شركة بدها تحل مشكلة باستخدام الديزاين ثينكينج هم ما بيحلوها بيوم وليلة, بياخدوا سنة وسنتين ريسيرتش وبحث ويفهموا اليوزر. وعادة 60-70% من المجمل الوقت والجهد اللي بنحط بأول دايموند بهذا الريسيرتش والديفينيشن. احنا لما نيجي نحل مشكلة معظم الوقت بنحطه هون بهذا. فخلينا نعرف ايش هم هدول بالضبط. هاي بسموها دبل دايموند ميثود او طريقه في حل في تطبيق الديزاين ثينكينج. وديزاين ثينكينج حتى كتريننج انك انت تتعلم ديزاين ثينكينج بيكون في وركشوبس مدتها 5 أيام و6 أيام لحتى تتعلم كيف تطبق هاي الادوات اللي رح نحكي عنها اليوم. ولما تطبقها في حل مشكله حقيقيه توقع انه ياخذ منك الموضوع عده شهور او حتى سنه لغايه سنتين لحتى انت تشتغل على فعلا انك تفهم. انا بنحكي احنا عن شركات كيف بتطبق او لما تيجي تحل مشكله باستخدام الديزاين ثينكينج. فالدبل دايموند اسمه دبل دايموند. الدايموند هي الدايموندز اللي احنا بنعرفهم, في واحده على اليمين واحده على اليسار. فانت بتبلش هون بروبلم ستيتمنت. اول حاجه عندك بروبلم ستيتمنت. بروبلم ستيتمنت هي انت اول نظره لك في المشكله. مثلا مشكله الزحمه نحكي عنها شوي. مشكلة الزحمة راح تشوف بالبروبلم ستيتمنت انه مع تزايد عدد السكان هيك ممكن تكون بس هيك البروبلم ستيتمنت, وتزايد عدد السيارات في المدينة مدينة اكس ايا كانت المدينة تزداد الزحمة, وكيف يمكن انه نخفف من ازدحام المروري بالشوارع. هاي بروبلم ستيتمنت ممكن تكون لزحمة very generic عامة جدا ومحصورة بمشكلة الزحمة. فرح تيجي على أول حاجة اللي هي الامباثايز تعاطف, ثم ديفاين تعرف المشكلة, وبعدين بتلاحظ كيف عندك اللي هو دايفيرجنس وبعدين كونفيرجنس. هذا كيف بيصير بالضبط؟ انه انت بالامباثايز رح تنزل للناس رح تحكي مع الناس, فرح تلاقي عندك من بروبلم ستيتمنت من كلمة أو جملة بتوصف المشكلة صار عندك معلومات كثير. أشخاص شو أعمارهم الجنس أيامهم كيف شو بيعملوا شو بيسووا تفاصيل كثير عن حياتهم. عندك معلومات كثير بتأخذ هاي المعلومات بتجمعها بتحللها بتطلع بي ديفاين ترجع ل هون بالنص برجع عندك بروبلم ستيتمنت جديدة بنيتها بناء على اليوزر انسايت. ايش الناس عم تحكي لك ايش الناس فعلا عم بتواجه مشكله. فمثلا بالزحمه حتروح امباثايز تنزل على الشارع تعمل انترفيوز. فانت بالديسكفر فيز سوري اي هاف تو يوز الاثنين راح يكون في عندك ريسيرش. هذا أول حاجة أنت كيف تعمل empathize. راح تعمل research بحث, والresearch له طريقتين. desk research أنك تقعد على المكتب وتفتح اللابتوب وتشوف طلع معلومات من مصادر موثوقة صحف جرايد research. ممكن حتى الأخبار مش كلها بتكون من مصادر موثوقة, بدك تعرف الخبر من وين مصدره. ويعني مثلا مصدر موثوق بيكون من موقع حكومي أو دراسة من شركة مختصة في مجال معين. فمثلا إذا بدي معلومة بتخص السيارات في الأردن ممكن أخذها من دائرة الإحصاء العامة أو من الجمارك الأردنية. هيك أنا أخذت معلومة. إذا بدي أشوف الناس إيش عم بيصير معها إيش عم تعمل بنزل وبعمل انترفيوز مقابلات بجتمع مع الناس بوقف بالشارع بسأل الناس شو رأيك شو بتصير معك إيش شعورك. فهون مثلا
بالزحمة راح تطلع تحكي إنه أتوقع الرقم ما أذكر إذا كان صائب أو لا، حوالي 70 إلى 75 ألف سيارة سنويا تدخل السوق الأردني مع الناس، الناس يعني بتدخل سيارات جديدة 70 إلى 75 ألف سيارة بالسنة. فأنت هاي معلومة إحصائية تأخذها بتحطها عندك لأنه أنت بتتعامل مع مشكلة زحمة. بتروح على كمان دائرة الإحصاء أمانة عمان أو أيا كانت الجهة الحكومية أو جهة رسمية وبتبلش تشوف موضوع المواصلات العامة كونك أنت بتحكي عن زحمة، فبتبلش تحلل هاي المعلومات وبتروح عند الناس تسألهم شو رأيك بالزحمة. حيجي واحد يحكي لك والله أنا مشوار اللي بياخد مني ربع ساعة عم باخد مني ساعة إلى ربع أو ساعة، فهو عم بيعطيك معلومة بتخص الوقت. طب شو شعورك؟ والله يومي عم بضيع، يعني هيك بحكي لك. فهو ما عم بحكي لك بالضبط في نيد هلا رح نحكي عنها في حاجة، بس هو indirectly عم بيعطيك إياها، بس أنت مش أنت عم تأخذ هاي المعلومات وبتحللهم. فمثلا بحكي لك لازم أطلع من الدوام ألحق المدرسة الأولاد أخذهم على البيت بعدين أرجع على الدوام، وهاي المشكلة عم تعمل لي مشاكل بالشركة لأنه الشركة أنا عندي وقت معين أخذ فيه مغادرة. فهو عم بحكي لك من حاجة، عم أحكي لك إنه في عندي مشكلة سببها الزحمة، بس المشكلة خلنا نشوف هلا ممكن ما تكون الزحمة أصلاً. الستيك هولدر ماب إنك بعد ما تأخذ هاي المعلومات كلياتها بتبلش تحطها بخريطة بتوضح لك مين الأكثر تأثراً بمشروعك بالمشكلة اللي أنت عم بتشتغل عليها بالبرودكت اللي أنت بدك تطلعه. فمثلاً مشكلة زحمة رح تهم الناس اللي بيشتغلوا كل يوم بيطلعوا بسياراتهم، رح تهم الناس، رح تهم مثلا جهة حكومية زي مثلا وزارة النقل مثلا، فأكيد بدها تكون جهة حكومية عم تكون ستيك هولدر ماب متأثر مباشر، مواطن متأثر مباشر. بس في ناس ممكن ما يكونوا متأثرين، بيبي ما ححط بيبي، أنا إذا بعمل مشكلة بتحل عندي مشكلة بيبيات ممكن أحطها بستيك هولدر، بس فئة معينة مثلا ممكن ما تكون بشكل مباشر متأثرة بموضوع الزحمة. بالديفاين فيز راح تروح على راح تعمل هلا انت طلعت من راح بالامبثايز هلا جينا على هون على الديفاين. الديفاين اللي راح تعمله بعد ما تاخذ هاي المعلومات كلياتها راح تعمل بيرسونا شخصية، ممكن يكونوا 4 إلى 5 شخصيات خيالية تصف أو تعبر عن شريحة المجتمع اللي أنت بتخدمه. فمثلا أحمد موظف بشركة معينة، ففي زي أحمد فئة كبيرة من الناس باختصرها كلياتها بشخصية واحدة. شخصية تانية ممكن تكون مثلا موضوع الزحمة سائق تاكسي، هو مختلف عن أحمد لأنه أحمد بيستخدم الشارع مرة الصبح وهو رايح دوامه ومرة المساء وهو راجع من دوامه، لكن سائق التاكسي دائما بالشارع، العجل دائما بتحرك، تمام؟ فأنت بتختصر كل سائقي التكاسي والباصات والمواصلات العامة ببرسونا واحد. فأنت بتشوف كل الناس اللي بتأثروا بمشروعك بتعملهم شخصية خيالية واحدة بتعبر عنهم. فأنت من مجموع الناس ممكن يكون عندك مثلا أنت عملت انترفيوز مع 300 واحد، فكل 50 كل 60 بيشتركوا بمجموعة نقاط معينة بتعملهم بشخصية خيالية واحدة. تعمل كاستمر جيرني، بتدخل بتفاصيل حياة الشخص، متى بيكون مبسوط ومتى بيكون سعيد ومتى بيكون معصب متى بيكون متضايق. ليش؟ لأنه أنت بتدخل بمشاعر، إحنا عم نحكي عن إمباثي، بنحكي عن تعاطف. فأنت إذا ما عرفت وين الشخص عم بيكون مبسوط ما رح تعرف كيف حتحل المشكلة. فخلنا نشوف هنا كيف حيطلع معانا الإمباثي. خلنا نحكي عن عائلة، فأنت قابلت مجموعة من الناس وأجيت على أب فبيحكي لك أنا عم بروح من دوامي متأخر عشان الزحمة، فبرجع ما بيكون معي وقت أني أدرس الأولادي الأب والأم، كونه اليوم الأب والأم ممكن الاثنين عم بيكونوا بيشتغلوا فما بيكون معي وقت أدرسهم، فبضطر أني أحط مدرس خصوصي أو ما بضطر ممكن خلص أنه على التسهيل بالمدرسة يدبروا حالهم، ما بتعرف. ففي عندهم مشكلة هون.
فهون أعطاك إشي، قال لك ما معي وقت أدرسهم، عم برجع من دوامي تعبان، أنا ما عم بتعب بالدوام، أنا مبسوط بالدوام، ممكن أكون مبسوط بشغلي، ممكن أكون بشتغل شغلة أنا بحبها، بس أنا اللي بتعبني هو روحتي على الدوام ورجعتي، هي المواصلات. فبتلاحظ كيف أحمد بصحى من نومه مثلاً متضايق عشان بده يروح الشغل لأن في زحمة مثلاً، فبتلاحظ إنه في مشاعر سلبية. بعدين مثلاً بياخذ فنجان قهوة، بتدخل بهاي التفاصيل، شوف احنا شو التفاصيل اللي بنحكي فيها، فها شوي موده بتحسن، بطلع على الشارع على دوار المشاغل الشرطة موقف السير وزحمة، ببلش مشاعر سلبية، بوصل دوامه بسمع له بهدلة لأنه عمل تشيك إن متأخر، منخصم من راتبه آخر الشهر مثلا. أنا عم بحكي عن إكزامبل، ممكن موظف عم بيعيش هاي الأشياء، فبضطر إنه يحل هاي المشكلة إنه يطلع أبكر. لما يطلع أبكر بدي أصحى أبكر، بدي أصحى أبكر، بدي أنام أبكر، يعني بتلاحظ إنه من يومي عم بروح وقت. فبتشوف كيف المشاعر عم تتغير بالكاستمر جيرني. والمشكلة اللي أنت بتحلها إذا كانت مشكلة على يومي، إشي يومي، فالكاستمر جيرني بدها تكون على فريم تايم يومي. إذا كانت على مشكلة مثلا سفر، مش كل يوم بنسافر، فراح تكون على مشكلة مثلا على تايم فريم سنوي، إنه أحمد بأول 4 شهور بالسنة كذا، بعدين أو شهرين كذا، بعدين 6 شهور بسافر، بعدين برجع، بعدين هيك. فبتلاحظ إنه التايم فريم تاع السفر، مشكلة بخصوص السفر زي Airbnb مثلاً تعتمد كثير على السياح والسفر، ممكن التايم فريم للسائح يكون سنوي أو على مدار عدة شهور إذا كان مثلاً حدا بتطلب منه أنه دائماً يسافر، فبتلاقيه بالشهر عنده التايم فريم شهري أنه بسافر مرة أو مرتين أو ثلاثة بالشهر. فبتشوف كيف الكاستمر جيرني تتغير. الفريم مابينج هون منيجي كيف الديزاين ثينكينج ممكن أنه يطلع لك أو يعطيك استنتاج مختلف. البروبلم ستيتمنت اللي حكيناها بالأول كالتالي: ازدياد عدد السيارات بشكل سنوي، والناس عم تتملك سيارات أكثر وأكثر، يؤدي إلى ازدحام شوارع صغيرة وشوارع صغيرة وازدحام أكثر، فإيش بيؤدي ذا؟ فكيف ممكن نخفف الزحمة؟ شوف كيف التايم فريم. إذا أنا بدي أكون حدا سولوشن بيست راح أحكي لك على طول: يا زلمة لو يشيلوا هالإشارة يحطوا بدالها جسر. شوف أنا هلا أحمد فارس مهندس ميكانيك، ما بفهم بالمدني ولا بفهم بالعمارة ولا بالأوربان بلانينج، بلشت أقترح حلول على أمانة عمان. شيلوا هذا الدوار، اعملوا إشارة، افتحوا دخلي هنا، بتحل المشكلة. طب أنا يعني عم بكون سولوشن بيست وعم بحل مشكلة زحمة بناء على ما بعرف على شو هالخبرات الموجودة عندي عشان أقعد أحل مشكلة زحمة، لو هالجسر، لو وسعوا الشارع. فممكن كمان البلديات والمدن والحكومات لما تبلش تفكر بموضوع الزحمة، وهي طبعا مش مشكلة عمان، هي مشكلة كل مدن العالم، ببلش تلاقي انه اوسع شارع وادفع مرات شوارع لحتى توسعها بدفعوا مليارات، مش كم من مليون. فبتلاقي انه كثير decision making عم باخذ وقت، وبكون كثير صعب ان انا اعمل جسر او نفق او فيها استملاكات وفيها ممكن تكون بليونز، يعني فهي كثير مصاري عم تنحط في الانفراستراكشر في البنيه التحتيه. فبتشوف انه سولوشن بيست احنا كمواطن: يا زلمه لو يعملوا هيك، لو يعملوا هيك، لو يعملوا هيك. طب خلينا نشوف الديزاين ثينكينج كيف ممكن يطلع لنا بمشكله ثانيه، او عفوا يعرف لنا المشكله بطريقه ثانيه، انه من اليوزر انسايتس انا عم بشوف انه الناس بحاجه لوقت اكثر بيومها. أنا هيك فهمت إنه هذا الزلمة وهذه الأم وهذا الأب بدهم وقت أكثر مع أولادهم، هذا الشاب وهاي الصبية بدهم وقت أكثر مع أصحابهم، هذا الشاب بحكي لك لو معي وقت أكثر بيومي بتعلم لغة، الصبية بتحكي لك لو معي أكثر وقت أكثر بيومي ممكن أدرس ماجستير، بس أنا هذا الوقت عم بيروح مني لأنه مشوار مثلا جوا عمان إذا بياخد منك ربع ساعة ممكن ياخد منك ساعة بسبب الزحمة. فهذا الوقت إذا أنت ساعة بالصبح وساعة المساء، هاي ساعتين بيومك راحوا. فشوف الديزاين ثينكينج عم تاخذ أنت إنسايتس من اليوزرز، عم تكتشف أنه الناس يمكن ما يكون عندها مشكلة مع الزحمة، بس هي عندها مشكلة أنه بدها وقت أكثر بيومها، فنصير نفكر كيف نوفر وقت أكثر بيوم الشخص. فمثلا لو بدنا نيجي
برين ستورمينج. شوف كيف البرين ستورمينج صار. البرين ستورمينج بطل انه كيف نحل زحمة، صار كيف نطلع وقت اكثر للشخص، نعطيه وقت اكثر بيومه. فبدل ما يصير نحضر حلول انه نوسع شارع او نعمل دوار او نعمل نفق، صار البرين ستورمينج انه اللي بيشتغل وقت بيقدر يشتغل اونلاين خليه يشتغل مثلا من بيته، او يشتغل يومين من المكتب وثلاث ايام من البيت. فهيك انا كاني بحكي للشخص انه اقعد اكثر ببيتك وما تحرك سيارتك. هيك صار البرين ستورمينج. ممكن البرين ستورمينج يكون انه ااخر دوام القطاع الحكومي او القطاع الخاص او كذا، اعمل هذا الاشي لحتى اخفف من عدد السيارات الموجود في وقت واحد. كان لاقي له حل انه اذا بده يتعلم لغه مثلا انه يسمعها على الطريق مثلا، مثلا انه ينزل ابلكيشن يسمع وقت اكثر بالضبط، انه كيف انا بقدر استخدم منه. هاي برين ستورمينج ثاني، انه انا اوكي الزحمه ممكن ما نقدر نحلها لانه اذا بدي اعمل مشروع ممكن ياخذ 4 سنين، بس انا خلال 4 سنين هذولا في وقت ضايع للناس ممكن استغله انه اعمل بودكاست مثلا لشيء معين او تطبيق بيعلم لغه. شوف كيف خلال وقته هو بالسياره البرين ستورمينج بطل انه انا اعمل جسر ونفق، صار اكثر كيف اوفر وقت بيوم الناس. ولما تطلع بافكار تعطيها اولويات، شو الفكره اللي بتقدر تطبقها وشو الفكره اللي ما بتقدر تطبقها. ممكن تكون فكره خياليه، ممكن تكون فكرة واقعية، بس ممكن تكون فكرة واقعية مكلفة، بس ممكن تكون فكرة واقعية رخيصة، ممكن تكون فكرة واقعية تكلفتها رخيصة بس صعب تطبيقها. العكس مثلا سكيلابيليتي لهذه الفكرة، هل الفكرة ممكن تخدم أهل منطقة ولا أهل المدينة؟ تمام. فهاي كيف إكزامبل إنه ديزاين ثينكينج، كيف طلعنا من مشكلة زحمة صرنا نحكي بوقت بخص الناس، لأنه إحنا تعاطفنا مع حاجة الناس واكتشفنا إنه الناس ممكن والله أنا أحمد، أنا شخصيا مشكلة الزحمة مش كثير هلأ بتعنيني لأنه صرت عندي هذا اللي بنحط على التابلو تاع التليفون وبفتح فيديو بسمع بشوف شو في أخبار بهالدنيا، فخلص هالساعة اللي بطلعها بالزحمة بسمع إشي ممكن أستفيد منه، بشغل لي محاضرة أو بشغل لي أو بودكاست أو حاجة أو أوديو بوك. خلص أنا هالساعة مشكلة حلها مو بإيدي، بس اللي بقدر أنا أسويه إنه أحط التليفون على الهاي ومشبوك مع السماعات السيارة بالبلوتوث وبسمع أشوف هذا بيحكي أخبار شو عم بيصير بالدنيا، أو مثلا معلومة مفيدة عم بتعلم إشي معين، محتوى أو لغة أو إشي، يعني بستغل هالساعة اللي بقعدها بالشارع. فبتلاحظ كيف الواحد ممكن يعطي أولوية للحلول وأولويات مختلفة، وبالآخر بتعمل نماذج أولية، والنموذج الأولي وظيفته يشخص المشاكل والعيوب اللي موجودة بالفكرة، وفيها إتريشن، فيها تجريب، أول نموذج غلط، ثاني نموذج أحسن، ثالث نموذج أفضل، تكتشف انه في مشاكل وعيوب انت ما كنت عارفها. وكمان بالبروتوتايبينج والتستينج والتجريب بتشوف الناس ايش عم بيحكوا لك فيدباك، لانه دائما صاحب الفكره بيحكي لك لا انا صح. ما هو مو شرط تكون صح، مو شرط انك تكون عم بتحل المشكله. وفي ناس كثير اللي شوي عنده المايند سيت اللي بيكون أدابتف وبتأقلم بيكتشف إنه المشكلة اللي هو بلش يشتغل عليها مختلفة عن المشكلة اللي هو عم بيعالجها، لأنه الطريق والجيرني أخذته بهذا المسار عن طريق إنه تعاطف مع الناس واشتغل أكثر على موضوع ديزاين ثينكينج، وبعديها بالآخر bring your solution to life، إنك أنت عم بتطبق الحل بالمجتمع ولا الفئة المستهدفة. وفي كثير ناس وشركات indirectly أو بطريقة غير مباشرة عم بيطبقوا منهجية التصميم التفكيري بدون ما هم يكونوا عارفين إنهم عم بيطبقوا الديزاين ثينكينج. يعني فهاي باختصار جلسة اليوم، حكينا شوي عن التصميم التفكيري، وبدي أحكي لكم كمان إنه في كثير طرق لحل المشاكل، ففي طرق تقليدية وفي طرق جديدة وفي طرق كثير حتى في الايديشن وكيف تطلع بأفكار بتخص المشكلة اللي أنت عم بتحلها.
وهاي كانت باختصار ديزاين ثينكينج. وإذا في أي سؤال أو استفسار. بس أحمد يعطيك العافية فيك. صراحة معلومات يعني شيقة وقيمة. في عنا سؤال بس قبل ما نبدأ نأخذ أسئلة من الحضور. سؤال وصلني إنه الديزاين ثينكينج موجود من يعني يمكن من الثمانينات بلش، بس ليش لحد يمكن بوقتنا الحاضر لبلش شوي نحس إنه عم يبين وصار في عليه ضوء والناس صارت تتجه إله لحل مشاكلها، ليش ما كان فعال وظاهر بشكل كبير كل هاي الفترة الزمنية؟ تمام. هلا تاريخيا ما عندي معلومة صحيحة إذا عشان أقدر أجاوب على هذا السؤال، لكن اللي بقدر أحكيه أنه دائماً أصعب إشي هي ثقافة الناس وسلوك الناس، هذا أصعب إشي أنه يتغير. فديزاين ثينكينج في كمنهجية في حل المشاكل صعب أنك تيجي تقنع حدا أنه هذا الطريقة صح وهي الطريقة أصح إلا لما يشوف أنه بيشتغل. فلما بلشوا يشوفوا أنه بيشتغل بلش يأخذ أثر. صحيح، ودائما انتشار اي شيء بياخذ وقت لحتى الناس تتقبله. يعني ديزاين ثينكينج بامستردام بهولندا، بلديه امستردام صار عندها مكتب للديزاين ثينكينج. قد ايه اخذهم وقت هم كبلديه كجهه حكوميه انهم يقتنعوا انه ديزاين ثينكينج ممكن انه يكون بحاجه لهذا الشيء، غير لما يشوفوا اثر رجعي انه في كثير ناس اشتغلوا على هذا الموضوع واشتغل معاهم. صحيح. جاي نحكي مثال التليفون، تليفون موبايل كان مرفوض 100% كمان زمان. بالضبط. وعلى فكره على سيره تليفونات ديزاين ثينكينج كاكزامبل، مين طلب انه يكون في كاميرا بالتليفون؟ مين حكى انه بيكون لازم يكون في كاميرا بالتليفون؟ حدا بيعرف؟ ديزاين ثينكينج الشركات. كيف في حدا طلع حكى يا ريت يكون في كاميرا بالتليفون؟ لا. احكي. اللي يكونوا اللي بيكونوا بدهم يعني يخلوا الميموريز عندهم و تمام، بس هذول ما راحوا لشركه سامسونج وابل وعلى ايامها كمان زمان نوكيا حكوا لهم بدنا كاميرا بالتليفون وموتورولا. نشوف الاستاذ برضو ايش عنده اضافه. طلع المايك بس من قلبك. يعطيكم العافية. بالبداية أنت عم بتعرف بالديزاين ثينكينج إنه بتكون نون لينير واي أوف ثينكينج أو تفكير غير خطي. أوكي. هلا في فهم أو فهمي أنا بلاش أدعي إنه أنت لا يجب ألا تفكر بطريقة نمطية إلى آخره. هلا أنا عم بتابعك بأدق التفاصيل. يبدو انه ديزاين ثينكينج انه انت ماخذ جانب معين له علاقه في الماركتينج يعني. اوكي، خليني انا اعطيه ابسط المساله واحكي كمثال. عندي جار او مزارع، عم الجيران المجاورين لمزارع الابقار عم بيشكوا انه في رائحه الابقار عم تطلع. هلا اذا انت كاستاذ احمد كانجينير طلبوا منك هاو تو سولف the smell problem, the ventilation, فمستحيل تروح لي أنت على قضية design thinking. بالضبط. بهذه الطريقة. بالضبط. فأنت engineering design رح يأخذ منحة مختلف. بالضبط. مختلف عن قضية الماركتينج. هلا واحد بيجي لي بالماركتينج بيجي بقول إنه أوكي خلينا نستبدل الأبقار بأن نضع فيهم عصافير. اوكي، ومن هون علينا ان نحدد بالدرجه الاولى هل يصلح الديزاين ثينكينج ايفريوير ولا في جانب معين، لانه اصبح الامر خطر للغايه. اوكي، اعطيك مثال. خلينا نحكي على الليديز، عم يتحدثوا على الميك اب. هلا الميك اب I have to make يعني a deep investigation إنه شو المشكلة. أنا كشخص كنزار وأنا ميكانيكال إنجينير ممكن أفكر إن إيكونومي سايد من الجانب الاقتصادي، إنه هذول الستات عم بيحكوا إنه هاي الليبستيك سعره غالي، فأنا عم بفكر بإنه أقدم أحل المشكلة من إيكونومي منتج أرخص. أوكي،
لكن انت بالديزاين ثينكينج عم بتروح لموضوع اخر بعيد. اوكي قد ينفع بالماركتينج، اوكي انه خلينا نفكر طريق، يعني وكانه بديش افكر بطريقه ستيريوتايب ثينكينج، بطريقه نمطيه، اذهب الى طريقه مختلفه. واعتقد انه هذا الامر، يمكن سالت ياسمين على قضيه متى طلع، اعتقد بازدهار الراسماليه تحدثوا كثير على هذا الموضوع. يعني المثال اللي حكيته على موضوع شركه البيبسي، هلا هذا قادنا انه انا ككونسيومر كمستهلك عم بدفع كلف عاليه مقابل انه شركه البيبسي صلحت المبيعات تاعتها بانها عملت لي كان كثير حلوه وديكوريتيف والاخري، بس اي هاف تو باي فور ذات. الشركه ربحانه بس انا خسران. اذا اي هاف تو ثينك انه لما بدي اعمل الديزاين ثينكينج from which point of view I have to start the design. تمام. Otherwise راح أعمل مصيبة. هلا شكرا لك. شكرا كثير. هلا الديزاين ثينكينج أنا ما بختلف معك إنه، وأنا كأحمد وهذا رأيي كمان الشخصي، إنه ما بشوفه هو يطبق في كل المجالات، لأنه مشكلة الأبقار اللي أنت حكيت عنها هي مشكلة بيعاني منها، هي مشكلة فنية، يعني بروح بعرف سبب المشكلة وبحله، ما بده ديزاين ثينكينج، ما بحتاج ديزاين ثينكينج. بس لما نيجي نحكي على مثلا بانك اوف امريكا، كان السيتويشن كان وين وين للطرفين، وبيبسي صح انت يور لوزينج ماني، بس ان تيرمز اوف بيبسي عم تعطيك بالمقابل ممكن مشاعر ايجابيه او فيلينجز انت محتاجها، لكن مش هون البوينت. البوينت انه الديزاين ثينكينج اكثر تطبيقه لما تحكي عن برودكتس بتخدم مجموعه كبيره من الناس. يعني اير بي ام بي المشكله اللي حلتها هي انه الناس بدها تعيش تجربه المجتمع المحلي، فكيف بدي اوفر انا هاي التجربه؟ كيف بدي أعرف إنه الناس عم تشكي عن هذا الموضوع بدون ما أنا أعمل الإمباثي اللي إحنا حكينا عنها؟ بس المشكلة مشاكل تانية، يعني مثلاً بدي أوفر منتج أرخص بالسوق منافس، أنا هيك بخدم شريحة أكبر. يعني كيف سامسونج لما بلشوا يشتغلوا على السمارت فونز راحوا عملوا الفلاكشيب وطلعوا تليفونات أرخص، بينما أبل لفترة طويلة استمرت بأنها تقدم منتج آيفون واحد. ليش؟ لأنه أبل بتحكي لك أنا هدول مجموعة الناس بدي أخدمهم، سامسونج وسعت تمام لحتى تخدم شريحة أكبر. هاد ماركتينج وهاد أكثر توسيع فئات مجتمع، بس الديزاين ثينكينج هو بيجي مختلف شوي عن هذا الموضوع. إنه يعني مثال الكاميرا بالتليفون هو بحل مشكلة إنه أنا بدي أوثق ميموريز، بس أنا ما بعرف أستخدم الكاميرا، اثنين ما معي مصاري أشتري كاميرا، ما حضل حاملها، معي بكل الوقت. فهم بيطلعوا من باب الامباثي مع الناس انه اوكي انا اي هاف ذا تكنولوجي هلا، فبحط كاميرا بالتليفون، فصار اليوم الواحد ما يشتري تليفون الا بكاميرا ممتازه. بطلت الشركات حتى باسلوب التسويق يحكي لك انه التليفون بيحكي الو او ببعث اس ام اس، على طول اول شيء بيعطوك كاميرا. بس هذا اوكي ماركتينج، بس اجت الفكره من اساسها تعاطف مع حاجه المستخدم وحاجه اليوزر، انه بحاجه انه يوثق هاي اللحظات، وبعديها طلع كمان حاجه جديده تخزين هاي الميموريز. التليفون راح ابيعه او راح يخرب، يلا بعمل لك منصه سحابيه مثلا. تفضل. اكيد التعاطف يجب ألا يخرج عن السياق. هلا إلا إذا كنت أنا موظف ماركتينج مطلوب I have to gain a target for the company، لازم أشتغل على هذا الثينكينج. بس كل الديزاينز أصلا تبدأ بقضية تعمل ريسيرش اللي هي داتابيز، أجمع معلومة، أعمل investigation، I have to take opinions of the stakeholders، الناس اللي مهتمين بالموضوع. هذا design thinking. Okay. بالضبط. Okay. هلا هذا هو المسألة. لكن هذه المسألة
يعني النمطية اللي لكل الديزاينات موجودة، بس هون هذه بتصوري أنا، وأرجو أن تصححني إذا كنت مخطئ، هي مصممة على الأغلب ضمن هذا الطرح إلى الماركتينج. أنت في البدء بدأت في قضية السيارة اللي تحت الجسر، وكنت عم تحكي على تكنيكال ديزاين of thinking، إنه أوكي the problem is defined well, it is a matter of the height, okay, I have to solve it. ما فيش فيه أهد الجسر، طب بيجيني واحد من الجيران على كيك على الامباثيز، هو متضايق من الجسر عايز يشوف open view، وقال لك أنا بقول شيلوا الجسر، شو رأيك وقتها؟ تمام. هلا هاي مشكلة ممكن تعاطفا مع الناس يشيلوا الجسر، وصار هذا الحكي كثير بسموها الأوربن ريجينيريشن، بس بتزعل الأمانة هيك، أنت أمانة عمان. لا هلا هلا بحكي لك بالآخر، يعني في كثير من التفاصيل اللي أنت حكيتها، يعني مثلا البرودكت ديزاين اللي هيومن سنترد برودكت ديزاين هو كثير فيه أوفرلابينج مع ديزاين ثينكينج. تمام. وديزاين ثينكينج قد يكون مختلف عن طرق حل مشاكل تانية وطرق الحل المشاكل التانية، وانت حكيت لي صححني، انا ما بقدر اصححك لانه ما في صح وغلط هون، هون في اشي بزبط على اشي وفي اشي بزبط لاشي تاني، وفي اشي صحيح وفي اشي اصح. مرات يعني برودكت ممكن يكون بيقضي الغلط وشغال وناجح ولا فيه ديزاين ثينكينج ولا اشي، بس بيجي ديزاين ثينكينج بيحسن من هذا البرودكت بناء على الناس شو عملت وشو سوت وشو صار معها وحاجه، وصار في زياده في المبيعات لانه استخدم هاي التكنيك لحتى يفهم اكثر. اذا بلزمنا احمد نقول we have to gain a philosophy of design before we start selecting the type of design. هلا هون مساله مهمه، يعني انا عايز اصمم كرسي، شفت الكرسي المطعوج هذا اللي شفته انت؟ هلا انا احيانا بعمل ديزاين فور فيرنيتشر، بس مشان ادخل ارضي الفكر السريالي عندي، عايز كرسي مطعوج الى اخره. هلا بيجيني واحد بقول اي نيد ا تشير يكون ايكونومي وايز، واحد يكون كومفورتبل وايز، واحد بقول لي انا عايز فور ا سيرتن بيربس، عايزه لواحد عنده مرض الديسك مثلا. بالضبط. اوكي. اذا هون احنا I think إنه الخوف إنه أنا أستخدم هذه المسألة لتضيعني، إذا كانوا الشباب عم ببحثوا على طرق للديزاين عليهم أن يفكروا إنه هذه هي philosophy of design، بتطلب منك إنه أنت تعرف التارجت اللي عم تشتغل عليه. شكرا أستاذ نزار، بس تسمح لي عشان ضيق الوقت نعطي مجال لأسئلة تانية إذا سمحت. شكرا لك على مداخلتك، تفضل. بداية بدي أعلق على موضوع مشكلة الأبقار والماركتينج وديزاين ثينكينج، أنا شايفهم كلهم مترابطين مع بعض. أنا تخصصي ماركتينج، فصراحة شايف كل الحياة ماركتينج يعني. فمن البداية لما بلشت الجلسة وأنا شايف إنه ديزاين ثينكينج كثير في جانب الماركتينج يعني، وخصوصا موضوع مشكلة الأبقار ممكن يدخل فيها ديزاين ثينكينج، فإنه إحنا بالأول نتعاطف مع صاحب مزرعة الأبقار مثلاً. أحط حالي، وش هو أصلاً التعاطف أساساً؟ يعني تحط حالك مكان الشخص. بالضبط. فأنا لما أحط حالي مكان صاحب المزرعة راح مثلاً أفكر إنه نعرض علي حلول، إنه عشان الروائح عشان المخلفات عشان كذا، بس هاي الحلول مكلفة مثلاً، أو مثلاً أنا كصاحب مزرعة ما عندي الوعي لهاي المشكلة، أو إنه هل هي فعلًا مشكلة محتاجة حل أو لا. فأنا شايف إنه فعلًا يعني كل إشي بتطلب ديزاين ثينكينج، وكل إشي في ماركتينج برضه الأساس كان إنك تحط حالك مكان الشخص، مكان الزبون، مكان العميل، فهذا هو الأساس يعني. فهاي كان تعليق عندي يعني. شكرًا لك. في حد عنده سؤال تاني؟ صبية هناك لو سمحتي تفضلي. هلا أنا ما حطيت غير موضوع الإكسبرينس اللي حكيناه مشان الزائر كيف إنه يعيش تجربة الناس اللي عايشين هون.
هلا اول شيء انا عرفته انه من الحكي اللي سمعته انه لازم انه يتعايش مع الناس اللي عايشين بمنطقه، فانه هو بدل ما ياخذ فندق ويكون انه زي ما نعامله معامله احسن معامله اهل، مش انه احسن، انه عم فرجيه اشياء حلوه عندنا بالاردن، برضه لازم يعيش تجربه انه يكون معنا ويتعايش معنا بيومياتنا. فانه ليش هم عم ياخذوا بيوت؟ بحس الاكسبيرينس رح تكون اعلى عندهم انهم يتعايشوا مع الناس، شوف طبيعه حياتهم كيف الصبح شو بيعملوا، كشيء بسيط انه شو هم عم بيفطروا الصبح، شو الاماكن السياحيه اللي هم بحبوا يزوروها. كمان بحس كمان المواصلات شيء مش بيمثلنا ولكنه هو شيء من يومنا، يعني حيحسوا حالهم جد في بلدهم، حيحسوا اكسبيرينس حتكون احسن. كمان شيء انه هلا لما نوضح لهم نحكي لهم انه احنا كعاداتنا وتقاليدنا هون بعراسنا شو بنعمل، فلو نعمل زي خلينا نحكي انه هيك سكتش بسيط او انه نعمل بيومنا نفرجيهم اشياء عم بتصير عندنا، بحس هيك حتكون تجربتهم كثير احسن انهم يجوا بس كسياح يشوفوا البتراء والمدرج الروماني والاشياء اللي احنا نعرفها دائما. فيمكن هالشيء يخلي السياح يتنشطوا انهم يجوا على الاردن اكثر. برضو الاكلات اللي احنا بنعرفها هون زي الكنافه، الشيء اللي الناس كثير بتطلبه او ما بتشوفه بكل البلدان، طعمها بيكون من الشوارع او من الناس اللي عايشين هون، بحس انه بيكون في تراث اكثر من انه فندق او حتى مطعم مش كثير بيعملوها بس شايفه السياح هاي الاكله. شكرا لك على مداخلتك. في حدا بحب عنده سؤال ثاني قبل ما ننهي؟ عندك سؤال؟ هلا عم تحكي صار في ابتكارات. ثواني بغلبك المايك يا حمزه لو سمحت. لينا شهاب الدين الصبيه. هلا هي عراقيه. اهلا وسهلا. هلا بتقول كان دائما الاهتمام بالناس الناطقين، بالناس الناطقين. هلا الحمد لله يعني صار بالاخص الشركات عندنا الاردنيه، بعرف اذا عملوها عمليه او لا، هلا صار لاول مره عملوها انه الفيديو كول، انه حتى فيديو الطوارئ حتى بالاردن صارت عندنا، يعني عملوا شيء جديد. كمان كان دائما اتصالات ردوا على الاتصالات، حتى التليفونات احيانا الصم مش كلهم بيعرف يقرا ويكتب 100%، فصار يطلع شغلات الكيو ار كود نمبر، يكون كل شيء مترجم، شغلات مترجمه، فكثير ساعدونا بهاي الشغلات. تمام شكرا لك. في حدا عنده اي سؤال ثاني او مداخله؟ صبيه بدها تسال. عم بتقولنا انه زي ما حكينا عن شركه سامسونج وشركه ايفون، الايفون بيقول لك عم بنحدث الجهاز، نزل 13 نزل 14 نزل، بس الكاميرا هي ما تغير عليها شيء. بس السامسونج عملت لنا ديزاينات مختلفه، الكاميرا حتى فرقت، اسعار مختلفه بتواكب الجميع كل شيء. يعني حتى الايفون السامسونج عم بتشوف، والهواوي عم بتشوف مسافات كثير بعيده الكاميرات. هلا الايفون هي بس مش عم بحسهم عم بيبتكروا شغلات جديده. صحيح. تمام. هلا هو احنا ضربنا مثال بالكاميرات بالديزاين ثينكينج لحتى نشوف كيف هم اضافوا خاصيه بحاجه لليوزر كان بحاجه لها، وكان هذا احد اسبابه مش بس تعاطف مع المستخدم انما كمان تطور تكنولوجي. يعني صارت الكاميرات اصغر وبقدر احطها ب تليفون، وكمان صار افضل اني اعمل مانجينج للكهرباء والبطاريه واستهلاكها الى اخره. وكونوا شركات عن شركات بتفرق، هذا كله بكون على حسب ايش الخدمه او السيرفيس اللي تقدمها وايش المجال اللي بتشتغل فيه وتطور اللي بيكون موجود عندها. هندسه احمد نشكرك. يعني في حدا عنده اي سؤال اضافه بحب يضيفها بالختام؟ يعني اسمحوا لي باسمي وباسم وباسم الضيوف نشكرك على هاي المعلومات وعلى الجلسة القيمة، ونشكر ست ريهام على وجودها معنا وأيضا استضافة صديقاتنا وزميلاتنا من الصم الموجودين معنا شاركونا اليوم في هاي الجلسة. بتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا وإن شاء الله نشوفكم بجلسات قادمة، ويعطيكم العافية. يعطيك العافية مهندس أحمد. شكرا لك.